بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة لكل من ينشر المشاهد الكئيبة، أصحاب القلوب المريضة القاسية. يبعث لك تمساح يمزق إنسان، حادث مرور لشخص يلفظ أنفاسه الأخيرة ممتلئ بالدماء والجروح والآلام، ويصوره وينشره للناس ويكتب تعليقا: هذا الفيديو لا يصلح لأصحاب القلوب الضعيفة. سبحان الله، هو في الحقيقة يقول: لا يصلح لأصحاب القلوب الرحيمة، القلوب التي فيها إحساس، القلوب الحية التي يحبها الرحمن. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. انظروا كيف يتلاعب بالألفاظ هذا الفج صاحب القلب الجلمود القاسي. سمى الرحمة ضعف، والحقيقة أن القلب القاسي الذي لا يتأثر بهذه المشاهد هو قلب بعيد عن الله سبحانه وتعالى. أنت عندما تبعث للناس هذه المشاهد، ماذا تتوقع يعني؟ هل سيعجبون بذوقك الرفيع واختياراتك المميزة؟ بالعكس، الناس ستنفر منك وسيظنون بك الظنون السيئة، بأنك إنسان عديم الإحساس، إنسان مظلم من الداخل. هذه الرسالة التي يعني سينظرون إليك بهذه النظرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من كآبة المنظر. يتعوذ بالله من كآبة المنظر. والحمد لله رب العالمين.